ممكن تكلمينا عن دورك في مسلسل صافين لولي؟ مسلسل صافين لولي مسلسل كوميدي بإطار هادف جدا. شخصيتي فيها شخصية دكتورة أسنان دلوعة قوي، بتهتم بلبسها وبشكلها، وكل يوم بيكون عندها موقف معين مع أفراد الكادر اللي موجود هنا، بس بإطار كوميدي جدا. هي بنت دلوعة مش داخل بالإطار الكوميدي، لكن في بعض الأحيان بتكون كوميدية شوية، يعني زي ما بيقولوا في المصرية مزة المكان. طيب ايه اكتر حاجة شدتك للمسلسل؟ تعامل المصريين، تعاملهم جميل جدا. انا كنت في البداية متخوفة لان كتعامل ما اعرفش تعاملهم ازاي، لكن اول ما دخلت شفت الناس زي طيبة قوي، تعاملهم جميل جميل جدا، وربنا يخليكم لبلدكم. طيب ايه رأيك في الانتاج العراقي المصري؟ ده خطوة جميلة جدا انه تكون في خطوة تعامل بين انتاج مختلط بين مصري وعراقي، خطوة جميلة جدا انه ممكن تكون بعد ايام او بعد حين انه يكون اعمال مشتركة، ده حاجة جميلة جدا وانا اتشرف بحاجة.